يتجدد لقاؤنا وإياكم مشاهدينا الكرام، هذا العدد الجديد من تواصل دوت كوم إلى عناوين ملفات هذا العدد وهي متنوعة ومن مختلف أنحاء العراق. البداية هذه المرة ستكون من جديد مع باسم خزعل خشان الذي يتحدث عن سبب أو عن تسبب دائرة النزاهة النيابية بضياع كثير من أموال العراق. في الموضوع الثاني الاعتصامات متواصلة، ولكن أين؟ في منطقة جسر ديالى، وحتى تحقيق مطالب المعتصمين وتحسين ظروفهم الخدمية. إلى الملف الثالث وفيه قيس الخزعلي يتحدث، ولكن عن ماذا؟ يتحدث عن لزوم أن تكون قيادة ميليشيا الحشد من صفوفها وليس من خارجها بالإشارة إلى الجيش الحكومي. والموضوع الختامي فيه نذهب إلى الموصل، وهناك حديث عن ضحايا يعني يستنهضونهم أو يستخرجونهم من تحت الأنقاض، ما يعني تواصل اكتشاف مزيد من الجثث بشكل متواصل. باسم خزعل خشان يتحدث عن تسبب هيئة النزاهة البرلمانية بضياع كثير من أموال العراق، ولكن كيف تسببت النزاهة في ذلك؟ هذا ما سيكشفه عليكم باسم في المقطع الآتي. هيئة النزاهة جزء من ضياع أموال الدولة. ليش؟ لأن عندنا قرار 141 قرار صريح يقول إذا توصل القاضي من خلال دعوى معروض عليه إلى وجود حق للدولة جرد التجاوز عليه أو عدم الوفاء به فعليه خطين تحت عليه وجوب إصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به. ثانيا على الجهة المتجاوز على حقها المطالبة به أمام المحاكم المختصة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغها بقرار دعوتها. يعني إذا قضية تغلق بها أموال النزاهة طرف في هذه القضية كان يفترض أن تدفع باتجاه إصدار هذا القرار أو تحرك دعوة على الممتنعين عن استيفاء الأموال. إذن هو لا يقوم بدوره كما يجب. هيئة النزاهة مقصرة، وأعتقد تقصيرها واضح، ولو يعني يطبق القانون عليها أعتقد كثيرين منهم يقول على النزاهة. إذن يقع واجب أن تخرج بما يعارض كلام باسم، إذا كان الكلام الذي ذكره فيه من الشك ما فيه كما تدعي أطراف معينة، ولكن يبقى الكلام ثابتا كما حدثكم قبل قليل باسم، ما لم تخرج أي جهة رسمية وتنفي صحة هذه الأقوال. إلى منطقة جسر ديالى الآن، المعتصمون يؤكدون أن اعتصامهم سيستمر حتى تحقيق كافة مطالبهم الخدمية وتحسين ظروف مناطقهم. جانب من هذه الاعتصامات نشاهده معا الآن. قيس الخزعلي إلى موضوع آخر طبعا الآن. قيس الخزعلي يتحدث في مؤتمر أطلق عليه الحشد النسوي وانعقد مؤخرا، تحدث عن لزوم أن تكون قيادة ميليشيا الحشد من داخل الحشد ذاته وليس من الخارج، في إشارة واضحة لرفض الخزعلي أن تكون قيادة الحشد مشكلة من قوات الجيش الحكومي، كما ألمح في الفترة السابقة مؤخرا حيدر العبادي. نتابع المقطع الذي تحدث فيه الخزعلي عن هذا الموضوع. يجب أن يكون قادة أمراء مسؤولي الحج الشعبي هم من نفس الحج الشعبي. هذه نقطة مهمة جدا. قادة الحج الشعبي، أمراء الألوية، المعاونيات، الاختصاصات، الأقسام، يجب أن يكونوا منين؟ حج الشعبي. مو يجلب لهم قادة من غير تشكيلات. ليش نأكد على هذه المسألة؟
بالمثل أو بالمثل العسكري، حكم العسكري، يقولون أحدهم شخصية ما يقول: أعطني 20 خروف يقوتهم أسد، ولا تعطني 20 أسد يقوتهم خروف. على ذكر ميليشيا الحشد، وهذا الحديث يأخذنا إلى مدينة الموصل، وهناك تعلمون قبل عدة شهور يعني كانت هناك المعارك التي اشتركت فيها ميليشيا الحشد إضافة إلى القوات الحكومية وأخرى قوات دولية، وجعلت المدينة أثرا بعد عين. في الموصل وفي المقطع المصور تفاصيل حكاية أريد لها أن تختفي ولا تظهر للعلن. تعالوا نتابع جزءا من مأساة الموصل. شفنا مأساة، والناس الأبرياء راحت تحت الإنقاذ، واللي طلع طلع، واللي مات مات الله يرحمه. من يعني أحد الناس يعني كثير جو الإنقاذ أكو ناس بعدهم، ومنطقة منكوبة. قتل قصر طيارة، هو عايز هو طفلين عنده، ظلوا مدفونين، ظلوا مدفونين. واحد طلعها ما طلع الغام بيها، المنطقه الغام كلها بيها بالاقلاعات، ما طلعناها بكل شيء. ما مدفونين، اكو كثير مدفونين، اكو عالم بالمئات مدفونين، عالم بالمئات، عوائل عوائل عوائل. اثناء خروجهم صار ضربوهن ابراس الفرع 10 مرات، قال لا اله الا الله. لا إله إلا الله، وانتقل إلى رب العالمين. هذه الصيغة اللي انقتل بها محمد. أمك هاي المنطقة راحت بها ناس أبرياء والله كثير، يعني مو بس ابني، ناس كثير أبرياء راحت. محمد عنده ولد واحد هو عبيدة، يعني ماكو قبل 3 أو 4 أيام صار عمره 3 سنين. فتعرف أنتو الناس اللي ضررت عوائلها شنو مصيرها، يعني شنو مصير زوجته، شنو مصير ابنه. أثناء الحرب طبعاً البيوت اللي على الشط بيوت كلها مسحت بالقصف، يعني بيتنا وبيت جوارينا والبيوت كلها تعرضت للقصف، يعني إبادة إبادة إبادة، يعني حتى الناس لحد الآن أكو ناس جو الأنقاض لحد الآن، يعني أقربائنا أخواننا ناس كثير عزيزة علينا راحت. وين مجلس النواب مالنا؟ وينهم الأعضاء عن الموصل؟ وينهم وينهم؟ خلي يطلعون يساعدون أهل الموصل. وش الحمد لله نقول على كل حال. إلى فقرة آراءكم الآن. المالكي يتحدث عن حرية الترشح، وأن يوم الانتخابات بمثابة محكمة شعبية القاضي بها هو المواطن العراقي. تابعوا مقطع المالكي، ومن ثم نقرأ عليكم أبرز التعليقات التي دونت في صفحات عدد من المواطنين العراقيين الذين يتجولون في موقع فيسبوك. إن يوم الانتخابات يوم 12/5
هو يوم للمحاكمة تنتصب فيها محكمة الشعب عند كل صندوق انتخابات من أجل الثواب والعقاب، الثواب للذين عرفتم نواياهم وأعمالهم وصدقهم ونزاهتهم لكي تجدد لهم البيعة، والتكليف والتشريف، وأولئك الذين خانوا الأمانة أو نكصوا أو ميزوا مصالح شخصية أو حزبية أو عشائرية أو مناطقية أو قومية أو مذهبية، أولئك الذين قدموها على مصالح العراق وعلى مصالح شعبه، نحن نقول من حق كل مرشح ومن حق كل حزب أن يدعو لنفسه ما يشاء وأن يرفع شعارات ما يشاء، هذه هي الحرية، وليقل ما يقول عن نفسه وعن إنجازاته وعن تاريخه، وهذا حق لكل مرشح ولكل حزب داخل في العملية السياسية. فيما يتعلق بي شخصيا ليس لدي أي تعليق، ولكن العراقيين كتبوا على فيسبوك وعلقوا على حديث الملك الأخير تعالوا نذهب إلى العراق، وهناك في فيسبوك كتب عديد من الشبان. إلى التعليق الأول، الآن كتب علي يقول: نتأول واحد المفروض يحاكمك الشعب على سوء إدارتك للدولة وضياع ثلث البلد وضياع الميزانيات الانفجارية. علي يرسل برسالة واضحة إلى الملك ويقول له: إذا كان هناك محكمة شعب ستنعقد يوم الانتخابات، فإنه من الأجدر أن تعقد محاكمة من أجل محاكمتك أيها الملكي. هذا ما أراد علي، أو هذا مختصر ما قاله في التعليق الذي كتبه على فيسبوك. إلى تعليق جديد. في التعليق الثاني أسير يكتب: شلون عيون صلفة بعد كل هذا الدمار والبوق جاي تسولف وتدور أحد ينتخبك؟ هذا الشاب يقول أيضا للمالكي: بعد السرقة، بعد النهب، بعد الاحتيال، بعد ضياع العراق على يدك، تأتي وتقول أريد من العراق أن ينتخبوني يوم الانتخابات؟ أمر عجيب. إلى تعليق جديد. خليل الربيعي يكتب: يجب معاقبة كل من عمل ورضي بالاحتلال وما فعله منذ 15 سنة. خليل الربيعي بشكل شبه مباشر يريد أن يقول إن المالكي هو من ضمن المنظومة التي جاءت بعد الاحتلال أو التي جاء بها الاحتلال الأمريكي للعراق. إلى التعليق الجديد الآن. أحمد الشمري يكتب: هو ياهو البيكم شريف نجدد البيعة له، نتأول واحد خاين وحرام. أحمد أراد أيضا مثل من سبقوه أن يقول للمالكي: إنك مقصر، إنك متهم بالسرقة، إنك متهم بالخيانة، وتتحدث عن محكمة شعبية. إلى التعليق الأخير الآن نذهب وإياكم. في هذا التعليق الذي كتبه زين العابدين يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لقد سرقتم أموال الشعب وأموال الفقراء واليتامى والمساكين، أسأل الله العلي القدير أن يحرقكم به في الدنيا قبل الآخرة. زين العابدين هذا الشاب يتحدث عن السرقات التي غلها أساسة العراقيون من حق الشعب العراقي، ويدعو الله أن يقتص للعراقيين المظلومين من هؤلاء أساسة الذين يريدون أن يأخذوا العراق إلى مزيد من سنوات الضياع. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تويتر. خذلان الغوطة هاشتاج يبين جانبا من الحصار والدمار الذي تعيشه الغوطة الشرقية. تعالوا نقرأ بعض التغريدات التي نشطت على هذا الهاشتاج خذلان الغوطة. في التغريدة الأولى نقرأ ما كتبه حمزة البري يقول: إذا زاد الظلم وقل الناصر فالله يريد تهيئة أسباب العقوبة للظالم والساكت معا لينزلها، يجهلون سنة الله فيهربون من بلائه إلى عقوبته. حمزة هنا يتحدث عمن صمتوا وسكتوا، خاضعين، خانعين، قابلين بما يحدث في الغوطة الشرقية من حصار ودمار واستهداف للأطفال وآلاف المدنيين الأبرياء. إلى تغريدة جديدة نقرأ عليكم ما كتبه عبد الرحمن الجهني يقول: خذلاننا للقضية السورية سيبقى وصمة عار في جباهنا وجباه صانعي القرار في العالم. خذلان الغوطة. هذا الشاب يقول: إن الذين صمتوا على جراح الغوطة وما زالوا ساكتين وعاجزين وهم قادرون على أن يخدموا الغوطة ويقدموا من أجلها شيئا يحقن الدماء، هذا الخذلان سيظل وصمة عار في جبين الإنسانية وعلى جبين كل من يستطيع أن يقدم للغوطة ما يعينها على التشبث بالحياة
ويمتنع عن تحقيق ذلك إلى تغريدة ثالثة. في هذه التغريدة التي كتبها أحمد نقرأ: اللهم إن البلاء قد بلغ بإخواننا في الغوطة مبلغه، وأنت ناصر المظلومين ومنجي المستضعفين ومغيث المضطرين، فأرنا في الظالمين ما يشفي الصدور. أحمد هنا بجهد المقل يدعو من أجل عشرات الآلاف الموجودين في الغوطة، ويتمنى على الله أن يعجل بنصرهم وفك وتفريج كربتهم. إلى التغريدة الأخيرة، هذه التغريدة من دكتور باسم عامر الذي قال: خذلان قضايا المسلمين وعلى رأسها قضية سوريا نذير شؤم لهذه الأمة، الأمة في اختبار صعب. هذا الدكتور باسم يريد أن يقول إنه عليكم أن تنقذوا الغوطة بكل ما استطعتم من إمكانيات، فهل بينكم من لا تزال بهم ضمائر تنطق؟ بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى فقرة المقاطع المصور. في المقاطع المصورة: مسن بلغ من العمر 80 سنة يبرع بمهنة صناعة الأواني الفخارية. المهنة من كان أبويا، يعني أخذتها من أبويا، يعني أبويا كنا نشتغل بذاك الوقت. إحنا اشتغلنا بالخمسينات، اشتغلت بالكوادة هاي بالخمسينات. من اشتغلت بالكوادة يعني كانوا ذول جهال، كل جهال كانوا. علمت طارق وعلمت مهند اشتغلوا بالمصلحة هاي. احنا شريدة هاي الشغلة مالتنا هاي ثلاثية، احنا مرجة تموت مرجة تموت، بس شنو عطلنا احنا؟ عطلنا الشعال مالها. كنا نشعل بالاول بنفط، هسه نفط ماكو، لا عاد اكو واحد يشعل بهدوم بالات. هكذا هي معنويات بعض المسنين في العراق، فكيف بالشباب إذا ما قدمت لهم الفرصة التي يستحقون؟ في المقطع التالي: ماذا تعرفون معلومات عن مريض الانفصام، انفصام الشخصية؟ معلومات مهمة ينبغي على كل منا أن يتعرف بها حتى نعرف الطريقة المثلى للتعامل مع مرضى انفصام الشخصية. تزودنا بها الصور القادمة. اختبروا معلوماتكم لمريض انفصام شخصيات متعددة، بعكس ما نعتقد لا تتعدد شخصيات المصاب انفصام الشخصية، لكنه يعاني من انفصال وظائف دماغه عن بعضها البعض كالإدراك والتعبير. أول من عرف الانفصام كمرض عقلي منفصل كان الطبيب الألماني إيميل كريبلن، وأسماه سكيزوفرينيا
عام 1887، لكن هذا لا يعني أن المرض لم يوجد قبل ذلك، فتدوينات الفراعنة في كتاب القلوب سجلت ظهور أعراض الفصام لديهم. أعراض الفصام تظهر خلال مرحلة المراهقة دون تنبؤ مسبق، والسبب العلمي مجهول ولا علاقة له بالتربية أو البيئة. مراقب دوما، المخابرات تلاحقه، التلفاز يتحكم بأفكاره، التمييز ما بين الحقيقة والوهم مهمة تستعصي على المصاب بالفصام. الهلوسات لا تفارقه أيضا، الأصوات في رأسه تتحدث معه باستمرار، وقد يشم روائح أو يرى أشياء لا وجود لها. على الجانب الآخر، المصابون بالفصام يفقدون تدريجيا الكثير من المشاعر والقدرة على الاستمتاع بالحياة، ويصابون بالقمول مما يؤثر على اهتمامهم بمظهرهم. يركب المصاب جملا غير مترابطة، أو قد يتفاعل مع الآخرين بشكل غير لائق، ذلك أن مقدرته على الكلام والتفكير والتصرفات تتأثر بحالته. يؤثر المرض على علاقات المصاب الاجتماعية وحياته اليومية وقدرته على العمل. أسباب الإصابة لا تزال مجهولة، لذلك لا يوجد دواء يشفي من الفصام تماما، إلا أن العلاج المتوفر اليوم يخفي الأعراض عبر إيقاف مستقبلات هرمون الدوبامين عن عملها، إذ وجد العلماء أن ارتفاع مستوى مادة الدوبامين في الجسم يسبب الهلوسات بالترافق مع جلسات علاج سلوكي ونفسي. حفظكم الله وشملكم بالسلامة. إلى المقطع الأخير، وفيه عالم أرصاد جوية يبتكر مظلة خاصة، الغرض منها وخصائصها يوضحها لنا المقطع الآتي. جميلة هذه الاختراعات التي تأتي في إطار ما يخدم الإنسانية، توظيف العقل البشري لخدمة الإنسان ولتسهيل الحياة عليه، ولتقديم بعض المخترعات بأسعار جيدة تكون مناسبة لمختلف طبقات المجتمع ولمختلف شرائحه. هذا يعود بالنفع على الإنسان ويجعله يشعر أن العقل البشري حينما يفكر باختراعات إيجابية إنما يؤسس لسلام عالمي حقيقي، لا أن يجتهد ويبرع هذا العقل فقط بابتكار ثقافة الموت واختراع أسلحة الدمار. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم اليومي تواصل دوت كوم. غدا بإذن الله ألتقيكم مجددا وعدد جديد. إلى اللقاء.